السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أداة كويسة اسمها اوتوماتيك فلاش سيرفر فور ام بي اند ام بي اب اند داون. ده بيعمل ايه؟ ده لما بيلاقي كلاش هو بيحاول يحله، يعني مثلا لقى بايب مع ضغط فبيبدأ يحاول يطلع بالبايب فوق الضغط بحيث ان هو يسهل عليك حل الكلاشات. اول كان عندي مثلا هنا بقول له اوتوماتيك كلاش سيرفر، فهو بيبدا يشوف الكلاشات. نبدأ نشوف الزاوية اللي احنا عايزين نطلع بيها، هل زاوية 90 ولا زاوية 45، ونبدأ بقى احنا عايزين نعمل ايه مع ايه. ضغطات بوندد بايب كيبل تري، هو بقى بيعمل قفل الموضوع حل الكلاشات. ده هي دايستن بايب على نفس الارتفاع بتاع الضغطات. بيقول له اوتوماتيك كلاش، فبيبدأ يشوف يعملها ازاي. بيبدأ يعمل اب اند داون عشان يتفادى الضغط المضغوط. فزي ما انت شايف طلع فوق الحاجة بحيث ان هو يتفادى العنصر الضغط. طبعا دي بتحتاج برضه مراجعة منك على اساس ان هو ميكونش طلع فوق الفلور او نزل تحت السيلينج وهكذا.